الهجرة اللبنانية بلشت بالألف وثمانمية وكلياتها اجت نتيجة حروب على لبنان وضيق الحالة الاقتصادية والمعيشية. توالت الحروب على لبنان وخلقت عدة موجات من الهجرة. كانت موجتي أنا سنة 1977، ونحن من الناس اللي ابتلعوا من لبنان لأنه ما كان بدنا نجي على أستراليا، كنا بدنا نبقى بلبنان وكنا كتير مبسوطين، لكن جينا لهون الحمد لله عملنا مستقبل وكتير شاركنا بإنجازات. أنا فخور بأستراليا وأشكر أستراليا لأنها أتاحت لي فرصة بلبنان لن تتاح لي. أنا وصلت أعمل رئيس بلدية في أستراليا وأنا من خلفية علوية، لكن ما حدا سألني شو ديني ولا مذهبي. وشكرا للجالية العربية لدعمي، شكرا لأستراليا اللي احتضنتنا واللي أعطتنا كل شيء نتمتع فيه أي أستراليا أخرى من السياسة والعلم والطلاب وإلى كافة الخدمات بطريقة متساوية جدا. وأضف إلى ذلك وصولي أنا كون رئيس بلدية بمنطقة فيها العرب أقلية، لكن الحمد لله وضعنا موصل. وشكرا لأستراليا وشكرا لدعمونا فيها.